سعيدة بزاف بهذا الإنجاز اللي قدمته للبلاد، يعني جبت التيتا في القتال الحر المختلط. سعيدة جدا وكنشكر كل مغاربة اللي وقفوا مع حسنا جابر. كنشكر أول واحد وشخص اللي كنشكره بزاف هو الخبيب العالمي أحمد سليمان، اللي هو الفضل ديالو كيرجع ليا، هو المدعم ديالي، هو اللي واقف معايا. كنشكر الشعب المغربي كامل، لا الناس اللي كيشجعونا والناس اللي كينتقدونا، فحنا كنبغيوهم بزاف. وبالعكس هذا الإنجاز هذا أنا فرحانة بزاف ليه. لما كتقدمي بالدرجة الأولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أول شيء فلازم تعرف الناس تعرف بأن حسنة جابة وصلت لهذا الإنجاز هذا بالتدريب ديالي، ما عندي لا كوتش لا شي حاجة، وحسنة وصلت لهذا الحمد لله لهذا الإنجاز هذا درته. كنتمنى بأن وي بمجهودي الخاص، كنتمنى بأن حسنة جابة لو كانت عندها إيكيب وكان عندها دعم فغتقدم المغرب حسن من هكا. بالنسبة للجامعة المغربية اللي طاي بوكسين، واش قدمت داكشي دعم كبير ولا كان عندها شي جهة؟ بالنسبه انا كندير القتال الحر، ما كنديرش الكيك بوكسين، كنت كنديرو قبل. القتال الحر ما عندوش جامعه هنا بالمغرب، يعني ما يمكنليش نلومهم في نفس الوقت. وفي نفس الوقت كنقول بان ما كانش دعم المسؤولين في الدوله، هذا الشيء اللي كاين. كنتمنى من بعد الانجازات كامل كنتمنى يكون انجاز كبير، يعني من نجاح النجاح ان شاء الله باذن الله. وكنتمنى نقدم شي كثر من هذا الشيء هذا الله باذن الله. كاينين مفاجات كثيره، وغادي نلعب على التيتا في الكومبا الجايه مع بلاد اخرى، كاينين مفاجات فيها ما غادي ان شاء الله باذن الله غنقولها في الوقت المناسب ليها. مي انا كنواعد الجمهور المغربي ولا المتتبعين ديال حسنة جابة بان اللي جاي غيكون حسن من هكا ان شاء الله. يا ربي وتمنى لك التوفيق في مسيرتك الرياضيه نحو العالميه ان شاء الله. يا رب شكرا. بغيت هذا الميساج هذا يوصل للبطل العالمي بدر هاري، لانني انا من الناس اللي كيشجعوه والمتتبعين ديالو. كنتمنى يعني هو الشخص الوحيد في العالم اللي انا كنتمنى نحظى بالمقابله ديالو، وكنهدي ليه الفوز ديالي. يوصل ان شاء الله.